شركة سوما كانت تم التأسيس ديالها عام 2023 تزامنا مع تقنين الأنشطة المتعلقة بالقناب الهندي. يعني شركة سوما كان خدينا جميع الرخص المتعلقة بالمتعلقة بالقناب الهندي، من الرخص التحويلية والرخص تاع الإنتاج والرخص تاع الكوميرسياليزاسيون ترانسبور ترانسفورماسيون، يعني جميع الرخص خديناهم. بدينا العام الفايت ب 12 تعاونية، 250 فلاح و 150 هكتار. هذا العام هذا عندنا المشاركة الثانية ديالنا في المعرض تاع الفلاحة، المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، النسخة 16 منه، هذه المشاركة الثانية تاع سوماكان. هذا العام هذا يعني طلعنا شي شوية من الإنتاجية ل 500 هكتار، 600 فلاح وما يزيد على 20 تعاونية. التواجد ديالنا في التعاونيات يعني كننشطوا بزاف جهه ديال التعاونات، واضافه الى ان عندنا تعاونيات في الشاون وفي الحسيمه. شركه سوما كان عندها وحده انتاجيه بالتعاونات، يعني هذه الاولى، وكاينه يعني هذه الوحده الانتاجيه ديال توسكي كوزميتيك وتوسكي اليمونتير لي كومبليمون اليمونتير، والوحدة الثانية اللي غادي تكون إن شاء الله بحول الله في إطار الدراسة، غادي تكون في بلا ريجيون ديال عين شقاق، في جهة ديال صفرو تابعة لفاس. يعني الأولى غادي تكون بأيزاج كوسميتيك إي كومبليمون أليمونتيغ، والثانية اللي في عين شقاق غادي تكون بيرمون ميديكال، يعني مستحضرات طبية. فشركة سوما كان بدينا العام الفايت بالانتاج مع الفلاحه اللي هما مرخص لهم من طرف الوكاله اللي معروفه اختصارا بلانغاك. هذا العام هذا المحصول تاع العام الفايت ديال 2023 صبنا منه منتجات تجميليه ولي كومبليمون اليمونتير، وهما اللي متواجدين معنا دابا في هذا الرواق هذا، اللي هما 33 برودوي مرخص لهم من وزاره الصحه ومن وزاره من لونسا.